جاوب 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 واش انا كنقول لك انا في وسط الغابه كنت مكتف وهملت مانيش عارف كاع فين راني. هاني مهدر هاني مهدر هاني مهدر العمر واش بغيتي بالعمر واش من نيتك ها اخ 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 سميتي اسمع كنسكن في وجده هو عمري 18 سنة فقت لقيت راسي في الغابة ما عرفت ما عرفت واش من نيتك هاني مهدن هاني مهدن هاني مهدن مهدن واه واخ واخ صافي واني في الغابة ما عرفتش تسميت الغابة فين راني فقت لقيت راسي في الغابة تعاون نجري تعاون نجري ما عرفتش ما عرفتش فين راني واش انا نقول لك تعاون نجري ام كبيرة وانا نجري من الصباح وانا نجري وعييت ما غابة طويلة بزاف ما عرفتش فين راني هملت ما شكون جابني هنا ما عقلتش حتى فين واش صرالي تلقيت راسي هنا مربوط واخا 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 عندي ستيلو باش نقي واخا ريد 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 راح حفظك راح حفظك راح حفظك واخا زيرو خمسة سدير ها مية شعر ميتين خمسطاش الو الو لا لا
اتمنى قلت لك تجمع والله المصالح اصلا بعد يمشي عند تمنى تو اعطينا التشكيات والله لا سمعت انا ما عندي صبر مش حاول ما يهضروا عليا لذيك الجماعه قالوا لي بقاو شفتوا لهم بلاد ما صبر ايش هنا مش كنت كان هذا الهضره اللي كنقول لك هذا الهضره يا خويا سمعت اللي الهضره من الدار واش على وريد شوف اسمع اسمع هذوك الدراري راهم عزاز عليا قرب لكم الخطوط انا عزاز عليا انا عزاز عليا شو يدري خاطر يدري خاطر هو بزاف عليا خويا لا والله غادي نمشى الحال الدراري مازال ما جا هادشي فخويا هادي نكدروا لنا الروطار صاحبي وقلنا 6 زعما نتلاقى 6 ونص صاحبي مقبل وحنا نتسنى اوك جاي يوسف هاوك هاوك هود هود يلا هود واش خلى الدراس بدا يندن المشاكل انت والو انا المهم عنده مشاكل مع الدار ما فيا ما نقولش السؤال بغاش يجي بالراس المهم انا راني غادي ايوا صاحبي مالك ايش اسمك صافي سير المهم يعني الدراس بلا يلا نزيد يلا بالسلامه اخوتي وقت قسم معك شوية شفائلها يعني بغيت نقول الحاجة صح ما تقلقيش مني صح وعدني ما تقلقيش صح وعدك ما يسنس فولك صح ما نرك هنا يا سيب ما قيت فوق الزيو أبو يا مرن غادي نتلقى في الصالة لا لا صاحبك الضريف والله لا عندي أعز أصدقاء أفاد الدنيا السلام عليكم معكم عثمان كنسكن في وجدة عمري 18 سنة لقيت راسي كنت في الغابة ما عرفت شنو غادي ندير غادي نحاول ندبر على الريزو باش نشوف كي ندير باش نخرج من هاد الغابة هذا هو النهار الثاني عندي المهم غادي نحاول دبر الماكله نشوف المهم الا شفتوا هذا الفيديو ولا الا شفتوا هذا الفيديو عرفوني بلي راني ميت ولا ما نعرف ربي معنا صافي Thank you.
على عثمان. هو عثمان راه انا كنتبعك في GPS. بقى في بلاصتك. كنكرر هذا الشيء. بقى في بلاصتك. ما تحركش. ها الو 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 اي انا هنا وي انا هنا
الله سير رافعي. لا صاحبي انا صاحبك ان شاء الله صاحبي وش ما عرفت ما يشوف ترك عاد باقي حي اسمح لي بزاف الله يلاقيك كيفاش موت قرب صحيح لي ربنا عارف شنو واقع واخويا من غدا نحكي لك تفصل تفصل دقيقه خويا تما شنو واقع انا عارف شو وقع فينا شكون البارح باخد تقول اخويا عثمان ياك لاب اصلا غادي تقرب لها المره الجايه ما غادي يعجبك حال واش غادي دير كاع لا 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 لا
صاحبي طلقوني طلقوني يقول لي انت وشاهد الزربه وشاهد الزربه درك كي غادي نديرو مع حنا راه هو اللي كي غادي نديرو معاه كي غادي نديرو معاه هذا المرض وشاد المرض انا راني ما كنتش صاحبي يا صاحبي خوتي خويا يوسف انا غادي نجي كنيشه انا خوتي سمعوا انا بعيد اخوتي على هاد المشاكل انا غادي نمشي عند البوليس انا كيفاش خاطيني انا كنت بعيد عليك كيفاش مشى عند البوليس انا راه خاطيني انا غادي نمشي عند البوليس انا خاطيني صاحبي شوف خاطيني انا مريض سنان صاحبي شوف غادي تولي تسمع لي انا ماشي شغلي انا واش انت يا قاتله ولا انا نتصدق انا حاصل معاك قاتله هو اللي اش غادي ندير غديوه للغابه ما عندناش ما كانش شي حل غادي ندير خليه تما واش درك حنا نديوه للغابه ضروري نديوه واش انت مريض ما يقولوا حنا اللي قتلناها صاحبي وعنده الصحه عنده الصحه في غادي ديرها غادي نعاونوه ديكلاريو خوتي انا راني ما متفقش معكم فهادي انت نديوه للغابه ما كانش سمعت ما ندير اخويا انت يا صاحبي انا ما غاديش نخدش فيه قري ما يدخل انا اللي غادي انت هو اللي غادي اصلا هو اللي تحمل مسؤوليته انا اللي قتلته خوتي الدراري غادي نمشي انا خاطيرك بصح شوف خاطيرك صافي الدرار تبقى هنا انا غادي نمشي اخوتي شوف باش تكونوا هانيين غير يدي دقيقه باش تكونوا هانيين دبر راسك بغيت انت تطرمي في الغابه دبر راسك انا من جهتي انا سمعني من جهتي شوف سمعني دقيقه من جهتي انا خوتي غير سمعوني درك هذا مشكل كبير انا خاطير من جهتي انا لا ما شفتش شي حاجه انا ما شفتش سمحوا لي اخوتي غادي نمشي شي حاجه درت انا سمعني ما تقصد تزيد تقول هكذا سمعني الهضره تبقى هنا الهضره تبقى هنا صافي الهضره غتبقى هنا تشاف المهم خويا انت تمشي انا غادي نمشي تشاف اخويا روح روح الهضره بدات تقلد راه هنايا صاحبي كيف الهضره بيناتنا يقول الهضره بيناتنا غادي نغرق خليك خليك تمشي رجال هذوك هادي ماشي رجله رجله هذا صاحبي هادي ماشي رجله هذاك انت يا قاتل البنادم وتقول لي ماشي رجله ولا ماشي رجله كيفاش هادي ماشي رجله صافي راه ماشي رجله هذا صاحبي ماشي رجله صافي انا نمشي واه روح شنو واحد صاحبي راه رجلا تعب صافي انا يا صاحبي انا عاقل مرتب الحال واش ما تدفنوش هنا ولا لا ما تدفنوش انا علاش باغي يشكو فينا البوليس ايوا صافي اخو انت تعرف واه صافي انت تعرف صافي ياسر غادي انا نتكلف راه سناني لتحت صافي تما والله الا سمح لها صافي ماشي بخاطرك عارف انا ماكش باغي نمشي للحبس ومن نضيع مستقبلي فهمت ونفليت خويا تما
ودابا شكون اللي مطور انا ولا انت؟ صحابي راه عارفين بلي راك ميت، ولكن انا عارفك راك عاد حي. علاش جبتك هنايا؟ باش يقولوا البوليس بلي راك انت ماشي بجوا حنايا هاد الغابة، فهمت؟ انا عارفك بلي راك عاد حي السي محمد. اوف شحال نتسنى هاد اللحظة، وقولها درك تنفعك السي محمد. يلا طلع. غادي نمشي عند البوليس نقولها لهم، اما اشرف ويوسف لحد الان ما سمعنا عليهم والو. انا جاتني يقدروا حتى هما يكونوا مهملين في الغابه بحالكم. ما نعرف كيفاش. الو 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 الو
اش كان شي واحد هنا؟ اش كان شي واحد هنا؟ انا دور في البلاصه غادي نموت هنا. That's good! جماعة قرب لك شافني والله بس انت اللي خليت راسك في الحالة، انت هي اللي خليت راسك في الحالة، لا اصحاب لا عائلة لا خوت حتى واحد، راك بوحدك كنت خاف تكون بوحدك. شوف هذاك تا واحد ما راه معاك، راك غير انت وسي دايرك. ثقة في الصحاب راك غالط، مكاينش ثقة في الصحاب اخويا، مكاينش ثقة في الصحاب. فعلا من الدهشة
مدبز على سبب تافه، سبب تافه مدبز عليه، واش حمار مدبز على سبب تافه، واش يقول لي واش حمار، ودير الثقه في الصحاب، الثقه في الصحاب، ودير الثقه في الصحاب، واش مريض، واش دير الثقه في الصحاب اصاحبي، شوف على حاجه بسيطه باعوك، شو كيردوك ذا، شو كيردوك ذا، شو الحاجه ديالك ولات، يعني ما نقول لك خليك والو، تعجبتها راسك، ما سمعتك، ما سمعتكش، انا حمار، راك قلت اليوم انا عاودكم واحد النكته واعره واعره. اسمع 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 اسمع، قال لك واحد الشخص قال لك واحد الشخص كان ديال الثقه بزاف وخلاص في الغابه خلاص في الغابه مسكين ثلاث ايام وهو في الغابة، لا ربع ايام ما عقلت، المهم لا ماكلة ولا شرب، يا صفقوا صفقوا معاه صفقوا، يا الله يا الله، الشي اللي كاين، سمحوا لنا على الغلط.
لا حاول ما غاديش نسلم. فحش والدي، فحش خوتي.